أدانت مصر القصف الإرهابي الغادر الذي استهدف فجر اليوم مطار بغداد الدولي وأسفر عن بعض الخسائر المادية. وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية على استنكارها البالغ لهذه الهجمات التي تمثل تهديدا واضحا لاستقرار العراق ومقدرات شعبه الشقيق، فضلا عما تشكله من تقويض لحرية الملاحة الجوية. كما تشدد مصر على تضامنها الكامل مع العراق فيما يتخذه من إجراءات لصون أمنه واستقراره.